بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف التاسع في الدرس الثاني إن شاء الله تعالى من الوحدة الثامنة بعنوان تطبيقات على تغيرات الطاقة. أول شيء تعرفنا إلى العمليات التي تستخدم لنقل الطاقة من مكان إلى آخر، هذه العمليات اللي درسناها سابقا. فإن كميتها في كل من المخزونين، فعندما تنتقل الطاقة من مخزن إلى آخر فإن كميتها في كل مخزونين سوف تتغير، يعني هناك نقصان أو زياد يشمل كمية الطاقة في كل من المخزنين اللذين ينتقلان بينهما الطاقة. يعني مثلا المخزن اللي ناخذ منه الطاقة تنقص عنده الطاقة، واللي نعطيه الطاقة تزيد عنده الطاقة. عندكم الصاروخ مثال عليكم عن انتقال الطاقة، ينطلق من الأرض حاملا مركبة فضائية إلى الفضاء، وهو يستمد طاقته من مخزن الوقود اللي هو الهيدروجين السائل والأكسجين، لذلك أنه يحمل خزانات من الهيدروجين السائل، ويشكل مخزن الوقود والأكسجين مخزن طاقة وضع كيميائية. وقود أكسجين بالمرة طاقة وضع كيميائية للصاروخ، فعند احتراق الوقود تتحرك الطاقة منه، فنقول طاقة وضع كيميائية. يتسارع الصاروخ عند أثناء صعوده، لذلك يمكن أن نقول أن طاقة الحركة إيش فيها تتزايد. وكلما ارتفع ازدادت طاقة وضع الجاذبية كلما ارتفع. ويمكن أن نرى في الصورة 8 إلى 2 الضوء الصادر عن الوقود المحترق، وكذلك احتراق كمية كبيرة من الطاقة الحرارية، ويعطينا أيضا طاقة صوتية نشرحها في الصورة. أول شيء نقول أن الصاروخ العملاق هذا عشان يحرق، عشان يرتفع إلى الأعلى يحتاج إلى الهيدروجين السائل، يستخدم الهيدروجين السائل ويستخدم الهيدروجين السائل ويستخدم أيضا الأكسجين ويعني الوقود أيضا، فيعتبر مخزن الوقود اللي هو مخزن الطاقة يعتبر طاقة وضع كهربائية، طاقة وضع كيميائية. إنزين، فعندما يزيد حركته الصاروخ إلى الأعلى فإنه طاقة حركته تزيد، ولأن ارتفع عن الأرض فإنه يمتلك طاقة وضع كهربائية كيميائية، طاقة وضع جاذبية أقصد، عفواً طاقة وضع الجاذبية، لأن ارتفع عن سطح الأرض فعنده طاقة وضع جاذبية. زين، فلما يعني ارتفع إلى الأعلى احترق الوقود نتج عنه طاقة حرارية وضوئية وأيضاً صوتية. زين، فنشوف هذا الكلام اللي عندنا. يستخدم هذا الصاروخ العملاق محركات صاروخية لرفعه إلى الفضاء، حيث يحرق كل محرك طنًا واحدًا تقريبًا من الوقود والأكسجين في كل دقيقة، بهدف توفير الطاقة اللازمة عشان يحرك الصاروخ إلى الأعلى. فشوف كيف يستهلك كميات كبيرة من الطاقة. فنشوف التغيرات اللي في الطاقة في الصاروخ عن طريق المعادلة اللفظية. عندكم طاقة الوضع الكيميائية اللي هي الوقود والأكسجين والهيدروجين السائل، هذه طاقة الوضع الكيميائية. تنتج لنا طاقة حركة تتحرك، وطاقة وضع الجاذبية لما يرتفع أعلى، وطاقة حرارية شفناها حرارة وضوء وطاقة صوتية. نشوف إيش هي تغيرات الطاقة اللي تحدث في الصاروخ اللي هي هذه الصورة. طاقة صوتية نسبة شوية ضعيفة. من وين جاءت هذه الطاقة؟ كلهن من الطاقة الوضع الكيميائية اللي هي مخزنة في الوقود والأكسجين. كل هذه الطاقة إذا جمعناها تعطينا طاقة وضع الكيميائية المخزنة في الوقود والأكسجين، يعني طاقة الوضع الكيميائية تفرعت إلى جميع هذه الطاقات. عندك طاقة صوتية هي أقل شيء، بعدين طاقة ضوئية شوية أرفع، طاقة الوضع الجاذبية، وطاقة حركة أكثر شيء تعطينا طاقة حرارية. إنزين، طبعا من الأمثلة على تغيرات الطاقة أو تطبيقات على تغيرات الطاقة اللي هو الحين شرحناه اللي هو الصاروخ. إنزين، شوف الأسئلة اللي عندنا أمثلة على أيضا تطبيقات على تغيرات الطاقة. يقول لش صف التغيرات التي تحدث في كل حالة من الحالتين الآتيين. تم حرق فحم، أول ما تشوف فحم في غرفة توفير ماء ساخن، تدفئة الغرفة وتوفير ماء ساخن، أول ما تشوف فحم وقود أكسجين هيدروجين سائل اللي يستخدم في الصاروخ، كل ذيلة مواد كيميائية. يعني إيش؟ يعني طاقة كيميائية تحولت إلى طاقة حرارية، طاقة كيميائية تعطينا طاقة إيش؟ حرارية. يعمل مجفف الشعر باستخدام الكهرباء المنزلية. إيش
مجفف الشعر ايش يعطينا الطاقات؟ عندك اول شيء طاقة كهربائية، لان يعني مجفف الشعر مستخدم الكهرباء، بعدين هاي الطاقة الكهربائية تتفرع الى طاقة ضوئية، عذرا ما ضوئية، طاقة صوتية، الصوت الذي يخرجه المجفف الشعر، طاقة حرارية، وأيضا طاقة حركية، يعني يتحرك عندنا المجفف الشعر. يقول السؤال اللي بعد: تستخدم طالبة مصباح كهربائي لتنفيذ واجبها المنزلي، أذكر كيف تنتقل الطاقة إلى المصباح. كيف تنتقل الطاقة إلى المصباح؟ بواسطة أيش؟ بواسطة التيار، بواسطة التيار الكهربائي. زين، صف تغيرات الطاقة اللي تحدث في المصباح. أول شيء كهربائية، طاقة كهربائية اللي هي من الكهرباء، بعدين هذه الطاقة الكهربائية تعطينا طاقة ضوئية وأيضا حرارية. والحمد لله رب العالمين، خلصنا من درس تطبيقات على تغيرات الطاقة، والحمد لله رب العالمين. أتمنى الاستفادة من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.